أهلا بك عزيزنا المشاهد في حلقة من حلقات قناتنا قناة عصافير الزينة. النهاردة نتكلم عن تقديم الخيار لطيور الزينة وفوائد تقديم الخيار لطيور الزينة. يلا خليك معنا. الخيار من الخضروات اللي بتزرع في مصر بيقدم لطيور الزينة، ولا غنى لجميع طيور الزينة عن الخيار لعدة أسباب. السبب الأول أن الخيار يعتبر غني بالأملاح المعدنية زي الكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم، واللي بيحتاجها جميع عصافير الزينة، وبتفيد الأمهات في تكوين عنقود البيض، وبتساعد على نجاح التكاثر بالنسبة لعصافير الزينة ونجاح التخصيب. الخيار بيحتوي على الألياف الغذائية اللي بتساعد عصفور الزينة على عملية الهضم، وبتسهل كمان عملية الهضم، وبتقي العصافير مشكلة الإمساك. الخيار بيلطف درجة حرارة جسم الطائر، وبيمده بالأملاح خاصة في شهور القيز أو شهور الحر اللي هي شهور فصل الصيف. الخيار يعتبر عنصر ملين للهضم بالنسبة للعصفور، وبيعطيه الإحساس بالشبع، وبيمده بالعديد من الفيتامينات اللي بيحتاجها طيور الزينة. طريقة تقديم الخيار: يغسل الخيار جيدا، وبعدين يقطع ويقدم في صورة شرايح توضع بين قضبان القفص، أو يمكن بشر الخيار وتقديمه مبشور لعصافير الزينة. لا نكثر من تقديم الخيار، يكفي مرتين في الأسبوع حتى لا تصاب عصافيرنا بالإسهال. إن عجبك الفيديو دعمنا بلايك واعمل اشتراك للقناة، شير الفيديو عشان يصل لأكبر عدد ممكن من المشاهدين. هنجاوب على كل الأسئلة والاستفسارات. إلى اللقاء في فيديو آخر. تقبلوا تحياتي صبر أمين من قناتكم قناة عصافير الزينة. شكراً.